نساعده بتشيش. أمور خواجة، هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي، احنا في اسكندريه. اسكندريه مريه. اسكندريه يعني بيني وبين السيد زينب ساعه ونص بالديجون، سبع راكب واخد الكنز واقلع بيها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. انا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي هلو، اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يا مين الولد ده وجاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ يا حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي؟ الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، انت مش فرض الحكومه، ده بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه عملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ده ما فيش حد مالي عينه ولا ده انت اللي عامل لي فيها فرطه قوي. ماشي يا ولد، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. قلت يعني انت اللي هاور فيهم يعني؟ يعني يا ابني ايه يا ديار؟ ايه يا ديار ديار؟ انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها مال. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياد. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. مينا مينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. مينا يا رجال اوعى ما مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده، شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى، انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت تسمني يلا. لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف. انا بس سيدي زينب والله. الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب.
الولد ده اللي حرق مركب ابو عصليه اول امبارح. الله يخرب بيت امي اللي جابك ورا ظهري. يبقى انا ودوك كراكول. يا عم انت ما تتكلمش خالص انت بقى. وزن ايدك يا ولد. اخبك ايدك بقى. الله. يلا بينا على كراكول يا رجال. ما تبعيش يا ابني انت بقى. يلا يلا يا كراكول. امشي قدامي يا ولد. انت بقى امشي قدامي. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي بتعمل يا عم والنبي يا عم انا مش زينة والمصحف انا مش زينة زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه للنبي بقى. الولد على حق اهو والنبي على حق. سيبني بقى اصلا مش من هنا ومن السيده زينب وجاي غلط في مفتاح وفي باب فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله يا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات سعادتك. انا ما اخدتوش ده مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام أعصابك يا فندم أعصابك. خلاص يا غريب بنظام احكولي ايه اللي حصل؟ الولد ده ولا حاجة ما بعملش ايه؟ ولا انت ما تغلس؟ امنع الكلام وإلا قسما بالله أهو. حاضر يا باشا حاضر يا باشا حاضر. بنظام احكولي الولد هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق والنبي يا غلبان امال ليه في اي حاجه؟ انا مش سيده زينب اصلا والله وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش زينب والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام يلا بره. باخد اقف مكانك اثبت جوه كما كنت كما كنت. لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل لا 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 حاضر حاضر اثبت حاضر لما اقعد حاضر اتفضل اتفضل تعال اقعد حاضر استناك كتير لا ولا 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 قوم قوم لا نهزر اقعد حاضر اثبت مكانك حاضر كما كنت حاضر اقعد اقعد حاضر ده احلى ده في سفنك كتير في سفنك احلى صحت الباشا انا مش من هنا انا اصلا من سيده زينب وراجل بعمل طعميه وعلى باب الله بدنا انت مش واخد بال حضرتك انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونازل من عند التراب استنى نعم انت كنت جاي من عند مين انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسين لحبايبنا اللي حارسين المينا. يا عمنا ما قلتلناش الولد اللمبي ده ميته ايه؟ حلوه ولا حادقه؟ الولد ايه؟ تشرب ميه طازي ما عندوش حاجه. اشتغل عليك يا دوب الواجب ابو الشنبات. انت تؤمر يا حليم من عينيا من عينيا بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي ماشي يا حليم
لك ايه يا سيد الناس؟ الولد الليمبي ده طلع قشر بياض، ملوش في أي حاجة. براوة عليك يا واد حليمة، خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمة، هو خارج امتى؟ في ديلي على طول. الله، امال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك ايه، ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك فين الحلاوه يا عم عبده. من عينيا، بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك يا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر، والحساب عندي. يدوم الوجبه بابا ديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يدوم يا بابا ديعه، يدوم يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان، انا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعه لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحيه وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب، وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحيه التانيه قابلت مين بقى؟ قابلت شجره الرز اللي هي بيقولوا عليها شجره الدر، بس هي كانت مستنقره الظاهر في الشخصيه هناك عندهم في البلد منت كده، فانت بس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا، رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعجنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب غريب. تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه، والولد ده بريء. شفت بقى؟ انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدامي. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على ان انا ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك. بقى ايه الراي بقى؟ عليا طلاق بنت ثلاثه، ناخد الكلمه دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي. حقك عليا. فرصه سعيده جدا. الف سلامه. الله يخليك، مبسوط ان انا خدت افراج على ايدك. ربنا يخليك يا رب.